السلام عليكم، معكم الشيف مصطفى من مطبخ الأكلات العراقية. سأقدم لكم طريقة عمل بسكت بالجبن. بسم الله الرحمن الرحيم. المقادير هي نصف علبة جبن كريمي وزنها 200 غرام، نصفها 100 غرام يعادل نصف كوب، 3/4 الكوب زبد بدرجة حرارة الغرفة يعني 150 غرام، ونصف كوب سكر. راح أخلط هاي المواد كلها، وبعدين أضيف لها البيض. هنا عندي نصف كوب سكر مثل ما تشوفون، راح أضيفه هذا. راح أخلط بأي خلاط موجود عندكم، ممكن تخلطوه إلى أن يصير ناعم وينخلط زين. يعني هسه مثل ما تشوفون دا أخلط أني، استمر اخلط الى ان يصير يعني قوامه ناعم كريمي، واضيف له صفار بيضة واحدة من بعد ما اخلطه زين. هنا هذا صفار البيضة راح اخلطها، واستمر اخلط به الى ان يصير قوامه ناعم، واحرك الجوانب هذا. مثل ما تشوفون دا اخلط ودا يصير كريمي ناعم القوام. راح احرك الجوانب هاي، انزلها هالصورة. هنا بديت انخل الدقيق، 1.25 كوب دقيق، بس انا استعملت هسه 1 كوب والربع، بعدين اضيفه اذا شفته يحتاج، ونصف ملعقة شاي هيل مطحون. ممكن بدل الهيل تضيفون فانيلا، النكهة اللي تحبوها ضيفوها، وربع ملعقة شاي ملح. نخلط هاي المواد وراح أحركها شوية بالسباتولا، وبعدين أعجنها بإيدي. هاي راح أعجنها، أحركها شوية، أخلطها بالسباتولا مثل ما تشوفون، وبعدين أعجنها بإيدي. وممكن هاي الكمية تضاعفوها، تصير عندكم كمية كبيرة يعني أكثر من هذا المقدار. هنا تمت العجينة، راح أشوفها إذا تحتاج أضيف لها 1/4 كوب، وهاي حسب نوع الطحين. يعني أنا محضرة 1.25 كوب، من أشوفه يحتاج أضيف له، إذا ما شفته يحتاج ومتماسك ما أضيف له الربع، لأنه نوع الطحين يأثر. خلطته بالصورة. هاي مثل ما تشوفون دا أشوفه يلتصق بالإيد، يعني بعد يحتاج له شوية طحين دقيق. هذا 1/4 كوب. هنا مثل ما تشوفون التمت العجينة وتقريبا دا تتماسك، يعني ما يحتاج أضيف لها بعد طحين.
راح أعجنها بإيدي بهالصورة، وبعدين أفتحها بالشيبق، أرش دقيق وأفتحها. هسه هاي تنعجن مثل ما تشوفوها، وعجينتها ناعمة ومتماسكة. هنا خليتها هنا رشة دقيق طحين، وبديت راح أسويه على شكل مربعات ودوائر. حتى إذا ما عندكم من هذا الفورم الآن راح أستعمله، ممكن تسووا على شكل تبرموه يعني مثل الكعك، أو تسووا دوائر عادية يعني بأي شيء تقطعوا بماعون أو بأي شيء عندكم تقطعوا وتسووا، يعني مو إلا فورم خاص. هذا قطعتها هسه مثل ما تشوفون، وقطعت الثانية. هذا سمكها متوسط، وإذا تحبوها أخف ممكن أنتو تضغطون عليها أو تفتحوها أكثر وتسووها أخف. هنا ثقبتها بالشوكة بهالصورة، سويت لها هذا الديكور يصير يشبه البسكت مالتنا العادي بهالصورة. راح اخليه على الصينية المفروشة بورق الزبدة، واذا ما عندكم ورق الزبدة دهنوا الصينية ورشوا عليها دقيق طحين، ورتبوا عليها قطع البسكت. هسه انا قطعت كل العجينة، وبعدين راح المها الالم الزيادة واسويه على شكل دوائر بهالصورة. وأنا سخنت الفرن على درجة حرارة 180 من الأعلى ومن الأسفل، أسفل من بداية ما اشتغلت بالبسكت. وهسه القطعة الباقية لميتها وشوية عجنتها بإيدي، ودا أفتحها دوائر. هنا فتحتها وراح اقطعها على شكل دوائر بهالصورة، وممكن تسووها اسطوانية يعني تبرمون العجينة وتسووها اسطوانية مثل يعني اطوال، او حسب انتو شلون تحبون. لا تتقيدون بهذا الفورم مالتي مثل ما قلت لكم، وراح اخليها بالفرن على درجة حرارة 180 من الاعلى ومن الاسفل، وراح أخليه على الرف الوسط وياخذ وقت 10 إلى 12 دقيقة. وهذا البسكت لذيذ جدا، يقدم مع الشاي والعصائر، ويفيد بالعصريات أو من يجون ضيوف أو بالأعياد، مفيد ولذيذ. وحتى بالإفطار ممكن واحد يقدمه بالفطور يعني بالريوق، ممكن واحد يقدمه مع الشاي. هنا من بعد ما كملت كل القطع وثقبتها بهالصورة، راح أخليها بالفرن. وهاي الصينية راح أخليها مثل ما تشوفوها، رتبتها بهالصورة راح أخليها بالفرن. وهنا من بعد ما طلعتها صار لونها ذهبي، وهذا شكلها النهائي من بعد ما كملت. جربوها وإن شاء الله تعجبكم، وألف عافية.